البطة ألطف الطيور المائية. البط كلمة معربة من الفارسية وأصلها بت، سباحة ماهرة وشديدة القدرة على الطيران. تنتشر في جميع أنحاء العالم، وهي من ألطف الطيور المائية، ولا تعود إلى اليابسة إلا لتعشش أو ترتاح. لا تستطيع البطة الجري على الأرض بشكل جيد، وتتميز بمشيتها المتمايلة المضحكة. البط من الطيور الاجتماعية، حيث تعيش غالباً في أسراب كبيرة، ما يؤمن لها تجنب الضواري. والبط نوعان، بط الأنهار والمياه العذبة، والبط البحري الذي يتغذى على الأسماك. تغطي لبلوغ الطعام تحت الماء، تنحني البطة عامودياً وذنبها إلى الأعلى. وبعض أنواع البط تلتقط فرائسها بالغطس. يهاجر البط لمسافات بعيدة بحثاً عن الطعام والدفء، لكن بط العيدر الذي يعيش في القطب الشمالي يبقى ليواجه الشتاء القاسي. يستخدم ريش العيدر في صناعة اللحف والمعاطف الدافئة غالية الثمن. ولعل أجمل أنواع البط بط المندرين الذي يتميز بألوانه المذهلة. تم تدجين البط البكيني في الصين منذ آلاف السنين، ويعتبر أكثر أنواع البط رغبة، حيث يربى من أجل بيضه ولحمه الشهي. سنقوم الآن بصنع هذه البطة بفن طي الورق، انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي طرفي النموذج المتجاورين في الجهة اليسرى نحو القطر. نطوي النموذج مناصفة على طول القطر. نرسم خطاً مائلاً كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف الأيمن للنموذج نحو الجهة اليسرى ثم نعيده. ثم نطويه طية عكسية نحو الداخل ليستقيم الشكل. نرسم خطاً مائلاً كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف الأيمن للنموذج نحو الجهة اليسرى ثم نعيده. ثم نطوي الطبقة العلوية نحو الأسفل. ثم نسحب الرأس الداخلي من الجهة اليسرى نحو الجهة اليمنى مع إعادة طي الطبقة الخارجية نحو الأعلى. نرسم خطاً مائلاً كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي رأس النموذج الأيمن نحو الجهة اليسرى ثم نعيده. ثم نطويه طية عكسية نحو الداخل. نرسم خطاً مائلاً في الجزء الأيسر للنموذج كما يظهر لكم في الشكل،
وعلى طول هذا الخط نطوي رأس النموذج الأيسر نحو الأعلى ثم نعيده. ثم نطويه طية عكسية نحو الداخل. نطوي رأس النموذج العلوي الأيسر طية عكسية صغيرة نحو الداخل. وهكذا تتشكل لدينا هذه البطة الورقية الجميلة. الإوز من الطيور المائية الكبيرة التي تمتاز بقدرتها الكبيرة على الطيران. يختلف الإوز عن ابن عمه البط بأنه أكبر حجماً وأطول عنقاً. يتغذى الإوز في اليابسة والماء، وهو نباتي الغذاء في الغالب، حيث يقضي معظم النهار في رعي العشب، ويبلغ غذاءه تحت الماء بفضل عنقه الطويل. يعيش الإوز في أسراب كبيرة ويقضي وقتاً طويلاً على اليابسة. تهاجر في الربيع أنواع من الإوز من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية متجهة إلى المنطقة القطبية الشمالية، كما تهاجر إوزة الثلج صيفاً من خليج المكسيك إلى المنطقة القطبية الشمالية، حيث تهيئ لها الساعات الطويلة للشمس الدافئة الشروط المثالية للتكاثر والعناية بالفراخ. الإوز دائم المراقبة خوفاً من الخطر، ويتميز بزعيقه العالي وصفيره الشديد، وقديماً أنقذ الإوز مدينة روما من الغزو حين أطلق صيحات عالية أيقظت أهل المدينة حينما حاول الغزاة دخولها سراً. إن هذا الطائر اللطيف يتحول إلى طائر شرس عند تعرض البيض للخطر. سنقوم الآن بصنع هذه الإوزة الجميلة بفن طي الورق. انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي المربع مناصفة على طول القطر. نطوي النموذج مناصفة على طول القطر الآخر. نقص النموذج على طول الخط الأزرق. ننشر طرفي النموذج ليستقيم الشكل. نطوي الطرف العلوي الأيسر نحو الأسفل. ثم نطوي الطرف العلوي الأيمن نحو الأسفل أيضاً ليستقيم الشكل. نطوي النموذج مناصفة ليستقيم الشكل. ندور النموذج. ثم نطوي الطرف العلوي الأمامي نحو الأسفل. ثم نطوي الطرف العلوي الخلفي نحو الأسفل أيضاً. نقلب النموذج. ثم نطوي رأس النموذج الأيسر طية عكسية صغيرة. وهكذا تتشكل لدينا هذه الإوزة الورقية الجميلة. وسنقوم مرة أخرى بإعادة الخطوات كاملة. ركزوا انتباهكم. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل.
نطوي المربع مناصفة على طول القطر. نطوي النموذج مناصفة على طول القطر الآخر. نقص النموذج على طول الخط الأزرق. ننشر طرفي النموذج ليستقيم الشكل. نطوي الطرف العلوي الأيسر نحو الأسفل. ثم نطوي الطرف العلوي الأيمن نحو الأسفل أيضاً ليستقيم الشكل. نطوي النموذج مناصفة ليستقيم الشكل. ندور النموذج. ثم نطوي الطرف العلوي الأمامي نحو الأسفل. ثم نطوي الطرف العلوي الخلفي نحو الأسفل أيضاً. نقلب النموذج. ثم نطوي رأس النموذج الأيسر طية عكسية صغيرة. وهكذا تتشكل لدينا هذه الإوزة الورقية الجميلة. البجعة أكبر وأجمل الطيور المائية، وهي منتشرة في جميع مناطق العالم الدافئة، ولعل أجملها التم العراقي، وهي تشبه الإوزة لكنها أكبر حجماً وأطول عنقاً، وهي أثقل طيور الماء. تمتاز برقصة التزاوج التي تعتبر أجمل رقصة لطير مائي في العالم. قبل اكتشاف قارة أستراليا، كان الاعتقاد السائد أن لون البجع أبيض، إلى أن تم اكتشاف البجع الأسود في أستراليا، ما أثار دهشة العلماء، فأطلقوا مصطلح البجعة السوداء على الأحداث غير المتوقعة. ولعل أغرب وأضخم أنواع البجع، البجع الطائر الكبير. سماه العرب جمل الماء أو الحوصل. يمتاز بمنقاره الضخم الطويل المستقيم، يحتوي جزءه الأسود. أما في الجو فتعتبر هذه الطيور رشيقة وتستطيع أن تقطع المسافات الطويلة. تغط في نوم عميق مستسلمة للموت. ولعل الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي تأثر بالبجع ليؤلف سيمفونيته الشهيرة بحيرة البجع، التي تحولت فيما بعد إلى قصة تعتبر من روائع الأدب العالمي. سنقوم الآن بصنع هذه البجعة بفن طي الورق. انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي طرفين متجاورين من المربع نحو القطر. نطوي طرفي النموذج طية صغيرة نحو المركز. نرسم خطاً في منتصف النموذج وبشكل قائم مع الخط المركزي كما يظهر لكم في الشكل.
ومن هذا الخط نطوي رأس النموذج الأيسر نحو الخلف ليستقيم الشكل. نرسم خطاً أفقياً كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الطرف العلوي للنموذج نحو الأسفل. ثم نسحب الطرف الأيمن للنموذج نحو الجهة اليسرى ليستقيم الشكل. نقلب النموذج ثم نرسم خطاً مائلاً صغيراً كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الرأس السفلي للنموذج نحو الأعلى. ثم نرسم خطاً مائلاً آخر في الجهة العليا للنموذج، ثم نطوي الرأس العلوي نحو الأسفل. ثم نطوي الطرف السفلي كاملاً نحو الأعلى على طول الخط المركزي. نرسم خطاً صغيراً كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الرأس العلوي الأيمن نحو الجهة اليسرى ثم نعيده، ثم نطويه طية عكسية ليستقيم الشكل. نرسم خطاً صغيراً كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الرأس العلوي الأيمن نحو الجهة اليسرى ثم نعيده، ثم نطويه طية عكسية ليستقيم الشكل. نرسم خطاً في الرأس الأيمن السفلي للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الرأس الأيمن نحو الجهة اليسرى ثم نعيده، ثم نطويه طية عكسية. وهكذا تتشكل لدينا هذه البجعة الورقية الجميلة.